السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الطريقه ديال صنع الكمامات بطريقتي انا. بطبيعه الحال كاين طرق كثيره الحمد لله في الانترنت، اللي بغى يستافد راه الطرق موجوده. المهم الطريقه اللي كندير انا غنتقاسمها معكم، راه حتى هي غتكون نافعه ان شاء الله. اذا هذه راه كامله موجوده، هذه مقادات وكم مقادات، هذه راه باقي خاصها غير الاستيك اللي تنحتاج انا باش نصاوبهم. كنشوف الاكياس الصديقه للبيئه، وهي تقريبا نفس الماده، ماشي غير تقريبا، هي نفس الماده اللي كتصنع منها الكمامات الحقيقيه. اذا كاين عندنا الاكياس هذا النوع، وتنحتاجو كلينيكس، وتنحتاجو كوايه. اذا نبداو على بركه الله. اولا كناخذو كلينيكس لانه هو اللي غادي يعطينا القياس. كنفتحوه، كنحيد له واحد الجزء ديالو، كنقطعو، نحيدو، نحاولو نقطعو مزيان مقاد. هنا سي اقبال، مرحبا، تحية لسي نبيل. سي نبيل اذا القياس ديالنا هو هذا. اذا هو اذا خصني نقطع الساك، نقطع الساك بهذا القياس هذا. اذا نحاول نخلي الهامش ديال التقطاع. اذا لحظات نقطع ونرجع. اذا انا قطعت هذوك اليدين ديال الكيس، وحاولت نحل الكيس بحال هكا. دابا غادي نجي لهنا، ندخل هذاك الطرف ديال الكلينيكس اللي وجدناه بحال ما هوك، نحاولو ندخلو هنا داخل. كيس واحد راه تقريبا كيصاوب تيصايقات شي من هاد الحجم هذا، كيصاوب شي ربعة ديال الكمامات. إذا بحال ما هوك، بحال ما هكا. إذا دابا غادي نجي للتقطيع، التقطيع غادي نجيب واحد اللعمه ولا شي مسطره معدنيه، كنبعد شويه على الكلينيكس، تنخلي واحد الهامش سنتيمتر ولا شي حاجه. من بعد غادي نعرفوا علاش، هذا غير باش يتبت لينا هاد سميتو. كنقطع بالكوايه، فوالا. فوالا نجيو دابا نقطعو كلينيكس، نقطعو ثانية من هنا. هنا غادي نقطع مباشرة من نقرب الحاشية ديال الكلينيكس. هنا فوالا، إذا غادي نقطع كوايا، نديها بشوية باش تقطع. الا كنت بغيت غير نسودي، الا كنت بغيت غير نزديهم، ندوزها بالزربه، كتسودي لي البلاستيك بلا ما تقطعو. دان فوالا، دان العمليه المواليه من بعد ما قطعناها بسميتو، غادي دابا نصاوبو لي بلي، دوك التنيات اللي تيكونوا في الكمامه. اذا كنجي تقريبا للثلث ديالها، كندير واحد الطويه وكندير ليها هكا بحال هكا، كنفيكسيها في المره الاولى بشويه تاع السخون، تنقادهم مزيان. نمشي للجانب الاخر، نحاول نجيبهم مقادين. هيا فيكسيها بشويه من هنا، نعاود بنفس الطريقه هنا. هيا فيكسيها، نعاود ندوز للجهه الاخرى. هيا اذا نحاول نجيبها تكون مقاده، فيكسيها ثاني من هنا فوالا. اذا هي مقاده هنا تقريبا. القياس ديال هنا تيكون 9.5 حتى 9 سنتيمتر تقريبا. اذا كنجيب اللاما ثانيه ولا المسطره الحاد ديال المعدنيه، كنبعد واحد شويه على الحاشيه ديال الكلينيكس واحد شويه، وكنضغط مزيان، وكنجيب الكوايه ديالي،
كنقطع في نفس الوقت كيقطع وتيسودي، يعني كتخرج هنا على الجهة الأخرى حتى هي هنا هي فوالا ايوا هي كنركبو ليها لاستيك من هنا على هذه، نركبو ليها لاستيك وهي الكمامة جاهزة. انا غادي نوريكم الكمامة غادي نديرها وغادي تشوفوها. هيا هيا ايوا فوالا هنا.